شلونكم شباب؟ شوف اليوم علي معزوم عزيمة تخبل، عازميني أوكران فكلهم منجمعين وعندهم هي احتفالية اليوم، بهذا يوم 7 يسموها احتفالية الليل. فأكل الأكل مالتهم الأكل المنزلي هم اللي يطبخوه، وأكو نوعيات أكل يطبخوها. اللحم ما يصير، لازم سمك، بس البنات بالمطبخ قاعد يطبخون. فهنا يشوفون على الطبلة راح كلها تقعد عليها ويحجون وياكلون. انا قاعد اسوي التمر بالفستق، يعني ما اعرف شو اسوي لهم. Мене є бутилка з під оцету. Тобі хавятува. Бішамат. Кразат. Чекра. Ба, гаді топхон. Гаді топхон табах малатом, аклатом є хаса. هاي الأكلة ما أعرف إيش حاطين بيها. شو تدوها بهذا مثل هذا السلطة؟ هذا عبارة عن حاطين بفستق. بس هم لازم إنه قانون مالتهم هم الأكل لازم يبدون بيها وبعدين يأكلون الأكل الثاني. أها أكو. Я така думаю, боже, наверное, замучили. Не, я такая прям. Думаю, наверное, замучили. Что ты гасил вы? А? Это я сама делаю, представляешь? А что такое? Вареники. Вареники, о. Ну, они конские, они большие, потому что по-быстрому надо. Хада сымэч. Це я поставила. Хада сымэч, он маха бэ. Хада лазм икон мовджуд, хада лазм икон мовджуд. Че-че? Я говорю, почему? أنت يا رب. وقاعد هاي الأغاني قاعد تسمعوها، هاي أغاني خاصة مالتهم ترى. واه شوفوا ذني، هذا الأكلات الخاصة مالتهم. هذا اسمه بورش. الشيشان أحبهم، هسا كبنا من هنا هم يعني من ضمن الجايين من الشيشان، بس هي هم هاي الثقافة تعتبر جديدة عليها. أكثر شغلة أحبها الخيار. هاي يسموها فيرينيكا. حل طيبه، اما بتيتها جبن شغلات مختلفه وحطوها هنا بالماء الحار، بعدين تقدر تاكلها ويا اللبن. هذا هم هذا بالفطر، هذا يسموه بوش. شوفوا اكثر شيء فيجيتيبل. شوفوا حتى هذا نوع السمك هذا يعني يصير ما مستوي وياكلوا هيك، هو هذا وهذا ما مستوي حيل، بس يمشون مثل مخللي. انا ما احب هاي السوالف. شوفوا هذا شو اسمه؟ كافيار. وهذا نوعيه هم ثالثه مال السمك. ما اعرف هذا يمكن شلون الفسيخ، اعتقد نفس فقره الفسيخ تاكله، بس انا هاي نوعيات السمك كلها ما احبها. فبينما اني راح اكل، راح اكل من هذا، اكل هاي. هذا. شوفوا هذا المي، هذا المي من الكنيسه، بالبدايه يشربون المي وبعدين ياكلون، يدون بهاي وبعدين بالباقيات. ايه. Да, я слопаю. Там просто на каждый день шоп. Давай, жжем! Даю, даю! Медленнее. Ну, это кучу. Что, Вася, гала у шамы? Леш. Канун, у меня шамы лазы шаглоха. وتقريبا عندهم شلون العادات مال المسلمين برمضان، من ينتظرون الهلال، هم هنا ينتظرون النجمه، اذا طلعت النجمه يبدون ياكلون. هسه راح يدعون ويصلون. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене твій лоно твого, бо ти породила Христа, спаси, визволи для душ наших. Чего я сосалла, а сразу иду не оклюн. Мне перекрещиваться не надо. Нет? Священная вода. Надо обязательно креститься, чтобы да. Пить? Да, мусульманский. Я не знаю, что мне веру понять. Не, нормально, просто бей. Как это? Господа, Сын, Святой.
Холодуха. Это чтобы ты здоровая была. Да. Весь год. Дуже пінять зимі. Я тут три, але вона робила чотири. Так. Тут перше. Чекай, тут перше. Так, другий. Так. Коротше. Коротше. Я. Іншаллах. Так. Іншаллах, не буде корони. Я так... Трьох? Ні. Це ще, ну... Ахнджаго багато. Павел, ты что несёшь? Нет, Павел по свечах сегодня. Ну, так, пустяшка. Вкусно. Павел. Хуаби асаль. Пошла убью. Хасе. Мы будем, да, этот? Рах не шраб. Скоро. Скоро. А можно я, запущу? Майкл. Тоже. كانوا مسيحيين محترمين وما يشربون وما ياكلون لحم هسه صاروا شو اسمه اسكو زناس زواز زواز اه هلا شوفوا الاكران كانوا يسوون نفسهم مسيحيين هسه قبلوها عرق وش اسمه ان شاء الله شوفوا هذا المجتمع من يصير سكران واخيرا سكروا انتهت الحفله وشوفوا ما سكرهم طفوا كلها قامت. يمنوشكي نتيربنت. شو ما يربت؟ تسمعتش يا. كتو ты? كتو ты? وهسه خلصنا. بشوف قاعد كل من ينظف كل ما راح يروح بيته. عرفته؟ شوفوا هاي. كلها تتعاون تنظف بالطاقة تغسل معين كل ما يروح البيت. ماكو والله هذا خطار وما يسوي وهذا شو اسمه لا كل تعاون هذا الحلو بال هيك دول البساطة والتعاون. شوفوا خلصنا رتبنا كل شيء написати це дітям що наш тут звідки вона що вона хто вона ж прийде а потім якщо нічого місця вона каже ايوه خلصنا ورايحين للبيت واخيرا كنا تعبانين شايفين واحد يسوق سكران عادي يلا المهم اتمنى تونستوا شوي حاولت على السريع اسوي لكم فيديو عم تشوفون الحياه بالمجتمعات والثقافات المختلفه فعيشوا الحياه اندمجوا بالمجتمعات المختلفه شوفوا الناس شلون عايشه البساطه والهدوء والتعاون مو هي الابها يعني لازم اني واني وواحد يشوف نفسه لا عيش ببساطه عيش الحياه وتعامل كل شيء ويا كل شخص كانما هو انسان عرفت يعني لا تعامل وياه انه هذا من هذا البلد وانت مو احسن من عندهم ماكو احسن وهاي العرب من العرب المجتمع العربي يعتقد انهم احسن من الكل لا الله خلق المجتمعات كلها حتى يتعايشوا ماكو واحد احسن من واحد ما فضله اللي احسن من واحد اللي عنده علم اكثر اوكي يلا اتمنى شاركونا الفيديو واتمنى استمتعتوا انتبهوا على نفسكم وبالموفقية